تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنا عندي اقتراح، أنا راجل سياسي ولا عندي كلام ليه ده. أنا بقترح اقتراح للسيد الرئيس شخصيا طوالي مجلس السيادة، إنه يجيبوا إلى رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الوزراء، ويحلوا المشكلة الحاصلة دي، يسلموا القصة دي عشان هو ممكن يكون حكومته، وزول منسق فيه وزول كويس، وزول يكون مشكلة الشرق ذاتها اتحلت، ونحن ذاتنا ما دارين اكتر من كده. فبدل الناس تقدروا ما تعمل يفتكروك انك ما عملت اي حاجه. فاحنا والله ما دارين نعمل حساسيات، والخلاص فترنا وتعبنا جدا جدا، واتمنى ان شاء الله ربنا يوفق الناس كلهم. شكرا جزيلا.